إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. سيداتي سادتي، سنستمع بعد قليل إلى مسرحية في العربة من تأليف أرتور أداموف. ويرتبط اسم أرتور أداموف في أذهان المثقفين بحركة مسرح الطليعة التي ظهرت في باريس عقب الحرب العالمية الثانية، ولم تلبث حتى اجتذبت أنظار العالم وفرضت نفسها فرضا رغم مقاومة النقاد المخضرمين واستنكار الجمهور الذي صاغت ذوقه من قبل تقاليد من احترفوا كتابة المسرحيات السطحية أو الترفيهية. ويجاور اسم أرتور أداموف على ألسنة الجيل الجديد أسماء سامويل بيكيت ويوجين يونسكو وجان جينيه إلى آخر تلك القائمة التي اشتهر أصحابها بأعمال مسرحية طريفة وجريئة. أجل إن أرتور أداموف ينتمي إلى هذه الطليعة بالرغم من تطوره تطورا مغايرا لاتجاه وثباته الأولى وانتحائه في السنوات القليلة الماضية نحو الواقعية. فلنقل إنه ينتمي إلى الطليعة على أقل تقدير تاريخيا، إذ كان من أخصب كتابها الثائرين ومن أبطال الكفاح في سبيل توسيع مجالات المادة المسرحية وتطويع هذا الفن العريق للتعبير عن معنويات الإنسانية الراهنة، مما أدى إلى تجديد العمل المسرحي مضمونا وشكلا. ولعل أرتور أداموف يتميز عن رفاقه بشدة قلقه، فهو لا يكف عن نقد نفسه وعن البحث والدرس والاستقصاء ليتعقب الحقيقة أينما بدت له آثارها. إنه لا يحرص على الوقوف حيث أصاب النجاح والشهرة، وإنما يريد أن يتقدم وأن يصدق نفسه دائما، مخضعا جميع ملكاته لخدمة ما يتكشف له من المبادئ، ولو دفعه ذلك إلى أن يدير ظهره لبعض رفاق الجهاد الأول، وإلى أن يضحي بما جلب له النجاح والشهرة. وأرتور أداموف على كلفه بالتجارب واتصال تطوره حتى اليوم قد جاوز سن الشباب، فهو يبلغ 54 من العمر، وهو روسي الأصل كما يدل على ذلك اسمه. ولد في بلاد القوقاز بمدينة كسيلوفستك في 23 أغسطس عام 1908، وكانت أسرته من أثرياء المشتغلين باستخراج البترول وتجارته، غير أن جدته لأمه كانت أديبة معروفة كتبت باللغة الأرمينية مسرحيات مثلت في روسيا السوفيتية، حيث بقيت بعد نشوب الثورة واستقرت في ظل النظام الاشتراكي. ولم ينزح أرتور أداموف عن وطنه كما نزح الكثيرون لأسباب سياسية، بل رحل مع والديه سنة 1914 إلى ألمانيا فرارا من وباء الكوليرا الذي تفشى في روسيا. وفي ألمانيا فوجئوا بإعلان الحرب العالمية فغادروها إلى سويسرا وأقاموا في مدينة جنيف. وهكذا تلقى صبيا في مدارس جنيف ثقافة فرنسية جيدة، وربطت الصداقة وحنين الأصل الروسي المشترك بين أبويه وبين الممثلين العظيمين جورج ولودميلا بيتويف، اللذين نزلا جنيف في ذلك الحين ومثلا مسرحية ماكبث لشيكسبير. فلن ينسى أرتور ما خلفه هذا التمثيل في نفسه من أثر بالغ. ولما بلغ 16 من عمره انطلق أرتور أداموف إلى باريس ليكمل دراسته. كان ذلك سنة 1924، وحمى السريالية تسري في بيئات الفنانين وتنقل عدوى المذهب الجديد إلى الطالب الموهوب، فيؤلف أشعارا ترحب بها وتنشرها مجلة كراسات الجنوب لو كايي دو سود. وكانت بدعة الكتابة الآلية، أي التي يترك أثناءها الشاعر لعقله الباطن أن يملي عليه ألفاظه، هي البدعة السائدة. ولكن سرعان ما فطن أرتور أداموف إلى أنها طريق لا تؤدي إلى أي هدف، فهجر الشعر وانصرف عن الكتابة، وعاد إلى الأدب سنة 1936
ليكتب خواطره نثرا بعنوان الاعتراف، غير أن كتابه هذا ظل مخطوطا طوال الحرب حيث اعتقلته حكومة فيشي، ولم يتمكن من نشره إلا سنة 1946. ثم تستهويه أعمال الأديب الألماني بوكنر الذي استلهم في القرن التاسع عشر مثل الحرية الأعلى من الثورة الفرنسية، فيترجم مسرحيته الشهيرة موت دانتون ليمثلها الفنان الكبير جان فيلار، يمثلها في مهرجان أفينون سنة 1948. أما اليوم فيحذرنا أرتور آدموف من الإعجاب المطلق بتلك المسرحية، ويقول عنها إنها كانت ثورية في قريحة بوكنر وعهده، ولكنها الآن قد تبدو رجعية مناهضة لروح الثورة. ويبرز اسم أرتور آدموف مؤلفا مسرحيا أصيلا سنة 1950، إذ تعرض له باريس في وقت واحد وفي دارين مختلفتين مسرحيتين فذتين هما الاجتياح والمناورة الكبرى والمناورة الصغرى. ويستأثر فن آدموف باهتمام بعض النقاد والأدباء ورجال المسرح، ومنهم أندري جيد قبيل وفاته. وفي الأعوام الثلاثة التالية ثبتت أقدام آدموف وارتفع نجمه في سماء المسرح الجديد، ومضى يقدم أكثر من مسرحية في الموسم الواحد، نذكر منها مسرحيات الأستاذ تاران واتجاه السير والجميع ضد الجميع، وكما كنا التي سبق أن أذعناها من البرنامج الثاني. وفي جميع هذه المسرحيات يتجرد المكان من كل تخصيص، ويتجرد الناس من كل الملامح الشخصية الفردية المميزة، ويتجرد الحوار من كل إمكانيات التفاهم بين المتخاطبين. جو من العزلة الموحشة والانطواء العقيم والتنافر تتحول فيه حياة الإنسان الجماعية إلى تراجيديا تحت وطأة الإرهاب الخانق. فلكي يدفعنا آدموف إلى استنكار أوضاع الواقع الجائرة، عمد إلى تفريغ هذا الواقع من كل ما يشتمل عليه، بحيث يصبح خواء تخضع فيه العناصر المتصارعة لشريعة الصراع وحدها. ولذا أطلق بعض النقاد على مسرح آدموف اسم مسرح القسوة، إنه مسرح ذهني يستخدم المواقف الرمزية على طريقة روايات كافكا العجيبة التي تتجاوز المواقف فيها أبعاد الواقع المادية أو تهولها في سبيل الإيحاء بالمعاني المسيطرة على الواقع. ولقد برع آدموف كأستاذه كافكا وزميله يونسكو في صياغة تلك المواقف التي تترجم الخوف والوحدة، ومن هنا كان اهتمامه بالتنبيه في صلب مسرحياته إلى أدق الحركات والسكنات التي ينبغي أن يؤديها الممثلون في كل لحظة، وإلى التفاصيل الخاصة بالمؤثرات الصوتية والضوئية. فالإخراج في نظره إذن جزء لا يتجزأ من النص. ويستكشف آدموف مسرح شتريندبرغ فيعجب بتعمقه أسرار التحليل النفسي وما يدور في أغوار الغريزة، ويؤلف عن شتريندبرغ كتابا يظهر سنة 1955، غير أنه يتحول بعد ذلك من شتريندبرغ إلى بريشت، ويدرك ضرورة تقديم مسرح نقدي لعصرنا الذي يحتاج حاجة ماسة إلى نقد يرده عن ضلاله. ولهذه الغاية ينشئ مسرحية البينج بونج التي مثلت في باريس سنة 1955، ثم مسرحية باولو باولي التي أخرجها سنة 1957 صديقه روبير بلانشون لفرقة كوميدي ليون، وذلك قبل أن تعرض على جمهور باريس في العام التالي. إن آدموف يسعى في هذا الطور كما سعى بريشت إلى تقديم مشاهد سلبية، راميا إلى إثارة غضب النظارة واستنكارهم لكل الأوضاع المقلوبة التي يفضح المسؤولين عنها، وهو لذلك يغير أسلوبه ويقترب بأشخاصه وأحداثه شيئا فشيئا من الواقع ومن التاريخ، متخذا من كل موقف فردي خاص صدى لموقف إنساني عام. وهنا يرى آدموف نفسه مضطرا إلى أن ينشق على بريشت بعد أن لمس أن ضرب الأمثلة
والإشارة بالرمز غير المباشر وسياق الحكايات والأساطير بقصد الموعظة والاعتبار، لن تستطيع أن تؤدي بقوة حقيقة الصراع المحتدم حاليا وأن توقظ ضمائرنا إزاء حاضرنا. وها هو ذا ينتقل إذن من التجريد الذي بدأ به إلى تصوير الواقع تصويرا كافيا. ويعترف أداموف بأن فلوبير هو الذي شفاه من بريشت، لقد استعاد قراءة رواية التربية العاطفية لزعيم القصة الواقعية في أدب القرن التاسع عشر، فاقتنع من ناحية بوجوب الربط بين سيرة الفرد وحياة الجماعة، وفهم من ناحية أخرى أن الواقعية في الفن إنما تعتمد على اختيار الطريف المدهش لا العادي المبتذل من عناصر الواقع الخارجي. ووافق إقباله على فلوبير والأدب الواقعي قيامه بترجمة مسرحية البرجوازيين الصغار لماكسيم غوركي، وقيامه كذلك بترجمة المجموعة الكاملة لمسرحيات تشيخوف من اللغة الروسية. ويشرح أداموف وجهة نظره الجديدة فيقول: صفة التاريخية لا تتعارض في رأيي مع صفة الشعرية، بل على العكس، إن تأريخ الأحداث بدقة ينتهي إلى بعث جو شعري معين، وتلك وجهة نظر جمالية قبل كل شيء. وأضيف أن ذلك يمكن أن يزيد من طاقة الأحلام التي يقدمها العمل الفني، ولكن يجب أن نتلافى التضحية بالحياة الخاصة في سبيل وصف الحياة العامة، كما يجب أن نتلافى استخدام التاريخ بمثابة لوحة من لوحات الديكور ليس غير. والمثل الأعلى في التأليف هو أن تطابق مشكلات الحياة الخاصة في آخر الأمر مشكلات الحياة العامة. ولا يدهشنا بعد هذا التحول أن ينفق أرتور أداموف سنتين كاملتين في دراسة تاريخ الثورة الاشتراكية التي اندلعت في باريس عقب هزيمة الجيش الفرنسي أمام الجيش البروسي سنة 1870، ليستمد من تفاصيل هذه الحقبة الصاخبة مسرحيته التي عنوانها ربيع 71 وأخرجها روجيه بلانشون سنة 1961. ولا يدهشنا بعد هذا التحول أن يلحق بعض النقاد اليوم أرتور أداموف بأصحاب المسرح السياسي، وتؤيدهم بلا شك مسرحية أداموف التالية التي نشرها في مجلة المسرح الشعبي سنة 62 بعنوان سياسة الفضلات والتي لم تمثل بعد. وفي هذه المسرحية يعالج أداموف موضوع الظلم السياسي، فيرد مذلة الخضوع لدى المستضعفين وقسوة الاستبداد لدى الطغاة إلى داء عصبي، إلى لون من ألوان الجنون يصيب الإنسان من جراء الوضع الذي يفرضه عليه المجتمع. وعلى ضوء هذه الفكرة نستطيع أن نؤول المسرحية التي سنستمع إليها الليلة، وهي مسرحية قصيرة كتبها أداموف لإذاعة باريس سنة 1963، واستقى مادتها من وقائع حقيقية وردت في كتاب علمي للطبيب النفساني الدكتور كليرامبو. وفيما يلي موجز الملاحظات التي سجلها هذا الطبيب عن بعض مرضاه واعتمد عليها المؤلف. في شهر فبراير سنة 1902 جيء إلى قسم الشرطة بثلاث شقيقات عوانس، هن جون 59 سنة، وأنيت 56 سنة، وكلوتيلد 48 سنة، على إثر مشادة وقعت بينهن وبين حوذي عربة أبدين عجزهن عن دفع أجره فورا. ولما اتضح للشرطة أنه ليس لهن محل إقامة أرسلنا إلى الحجز بتهمة التشرد، وأحلنا إلى القاضي للفصل في أمر الدين الواجب عليهن سداده للحوذي. فاستجوبهن القاضي وهم بالإفراج عنهن، إلا أنهن في آخر لحظة ذكرن أنهن يحصلن على دخل معين لا بأس به، ولكنهن يفضلن العيش متجولات هائمات ويستمتعن بركوب العربات للتنقل من مكان إلى مكان دون مقصد. وقد أثرت الشبهات حولهن ملابسهن القذرة، فقد كنا يرتدين أثوابا سوداء تبدو فيها المواضع النظيفة كالبقع وسط المساحات الوسخة، وتحاول الدبابيس المرتجلة ضم من شق منها أو التعويض عن الأزرار التي سقطت. وكانت على رأس إحداهن
قبعة من اللباد الرمادي بسيطة الشكل جدا، غير أن محيطها مفرط في الاتساع. أما الأخريان فكانت قبعاتهما من الكريب مشوهتين مفلطحتين مهصورتين مشبعتين بالتراب، ولا تكادان تثبتان على شعرهما الأشعث، وقد ارتسمت على وجوههن علامات الإرهاق والقلق والذعر، كأنهن قطعن الأميال يجرين فرارا من خطر عظيم يلاحقهن. وعلم أدموف من خلال تقرير الطبيب أيضا عن هؤلاء الشقيقات العوانس أن أباهن كان تاجرا غريب الأطوار، توفى وهو على شفا الإفلاس، فأحاطتهن بعناية فائقة أم فاضلة تفانت في توفير أسباب الراحة لهن، حتى إذا ماتت بدورها خلفتهن كالأطفال العزل، لا خبرة لهن بمطالب الحياة، ولا حول ولا قوة لهن في مجتمع يجهلن كيف يتجاوبن معه. وعلى أساس من هذه الوقائع بنى أدموف مسرحيته، متخيلا قصة من قصص الصراع الممكن حدوثه بين هؤلاء العوانس ذات ليلة داخل إحدى العربات الراكضة في شوارع باريس. ولن يخفى على السامع ما في هذا الصراع من انعكاس لصراع الطبقات، طغيان طبقة على طبقة حتى تسحقها في جو مشحون بجنون الكبت والسيادة. ولن يخفى على السامع أيضا سر فتك العانستين بشقيقتهما الصغرى التي كادت من دونهما أن تتزوج وأن تفوز بحياة جنسية سوية. وحسبنا الآن ونحن نتتبع مثلا من أحداث أمثلة التأليف المسرحي أن نلمس آثار سترينبرغ وجوركي وبريشت بل وتشيكوف ولوركا، وأن نشهد تفاعل نزعات الثقافة المسرحية المختلفة في فكر وفن كاتب معاصر غزير التجربة، تحرر من مصطلحات المسرح البرجوازي ثم انتقل من التجريد إلى الواقعية. في العربة. في العربة مسرحية قصيرة من مسرح الطليعة، كتبها أرتور أدموف، ترجمها وقدم لها الدكتور أنور لوقا، ويخرجها نور الدين مصطفى. المسمع الأول، العربة، شارع من شوارع باريس حوالي عام 1900. هيا جميع الركاب ينزلون، قلت على الركاب أن ينزلوا. ولكن يا سيدي الحوذي، لماذا تغضب علينا هكذا؟ إن هذا ظلم، فما الذي فعلناه؟ إنك لا تعرف إلى من أنت تتكلم. يا صديقي كن لطيفا، افهمنا، لقد ظننا أننا أحسننا صنعا. ليس الذنب ذنبنا إن كنا مضطرات دائما إلى الإقامة في العربات، لقد ظننا أننا أحسننا صنعا بالسكن على هذا النحو. لقد خطر لنا أن العربة ما دامت لا تعتبر مسكنا فلن يستطيع أحد أن يستخدم اسمنا، ولكنك إذا أردت استخدام اسمنا. أوه لا، لا تبدأنا حكايتكن مرة أخرى. أنا كل الذي أريده هو أن يدفع لي أجري. لقد قلتن لي إنكن تستأجرن العربة لمدة 3 ساعات، وها هي ذي 8 ساعات قد انقضت علينا ونحن نركض. يا صديقي كن لطيفا واستأنف بنا السير قليلا، سوف نكافئك. أنات، هتسمعينا؟ لقد قالت يا صديقي. إلزم الهدوء يا جان، ليس لأحد أن يلومنا على شيء، فنحن لم نخطئ في حق أي شخص، إننا نساء فاضلات. ونرزق الحوزية حتى ولو تأخرنا في دفع أجورهم. إننا ننفق 20 فرنكا يوميا لئلا نكون متشردات. أقصى ما يمكن أن يقال عنا هو أننا من الرحل. رحل؟ أنا لا مانع عندي، غير أن العربة يا أنساتي تسير بكن منذ 8 ساعات. إننا في 25، بعد 6 أيام نقبض شهريتنا، ليس لكل منا سوى دخل صغير، ولكنه يكفي لتسديد أجرك. انتظر 6 أيام، فليست هذه بالمدة الطويلة. أما نحن
فإننا ننتظر منذ سنين. تنتظر ماذا؟ إن لم تثق بنا فلست أدري بمن يمكن أن تثق يا سيدي الحوذي. أثق؟ هذا كلام من السهل أن يقال. تذكر المرة الماضية نقدناك أجرك. أعذريني إنك تخطئين، فالمرة الماضية لم تنقدني أجري. صحيح، ما زال علينا أن ندفع أجر الجولة الماضية. 3 فرنكات ونصف. عنيد تذكري، هذا صحيح، ما زال علينا لصديقنا 3 فرنكات ونصف عن الجولة الماضية. لماذا تقولين العكس؟ لا ينبغي أن تكذبي بتاتا، هذا شيء بغي. ماذا تقولين؟ أنا لا أقول شيئا، ولكن يا صديقي لقد دفعنا أجرك عن المرة السابقة، تذكر. لكني لا أدري لماذا أقول هذا، فإني متأكدة من أنك تذكر. أمسيتي، إنها تعاود الكرة، تحاول إغواء هذا الرجل أيضا. إني أرجوك. طيب سنستأنف السير، ولكن ليس لفترة طويلة، إني أنبهكن. لقد قلدتنا في شارع سانت أنطوان متعمدا. نعم متعمدا، يوم الأربعاء الماضي. أما كلوتيلد فبطبيعة الحال. ماذا فعلت كلوتيلد؟ ما لك ومال كلوتيلد دائما؟ من فضلك كلوتيلد بطبيعة الحال استطاعت الخروج من باب العربة. من كانت في مثل شبابها تيسر لها الانطلاق، أليس كذلك؟ بينما أصبنا نحن بكدمات، أليس صحيحا يا أنيت أننا أصبنا بكدمات؟ أجل ونعتونا بأننا حوائط. لماذا شبهونا بالحوائط؟ إنك أنت أول من أطلق علينا هذه الكلمة. لا بأس أيتها الأخوات الصغيرات، عليكن بالهدوء. ليس هذا صحيحا، إننا لسنا حوائط. لا لستن حوائط، أنا عارف إنكن بحار. شي أسرع. تماما إننا بحارة، ولكن ليس الذنب ذنبنا. على كل حال إننا لسنا لوحات قديمة كما تقولون جميعا، ولا أهل الكهف ولا الثلاثة متشردات. أفسحي يا كلوتيل. أما من أنتن فهذا ما لا أعرفه أنا، وأما ما تفعلن فهذا أعرفه. إن كنا تتعبن دابتي ولا تدفعن أجري. نعم هذا هو كل ما أعرفه، وأعرف أيضا أن كنا تلفتن إلي جميع الأنظار في باريس. ومهما يكن من صبري. إننا ننفق 20 فرنكا يوميا لأن نكون متشردات يا صديقي، وليس هذا جميلا من جانبك؟ أنت على حق، فقد أصبحت لا تطاق. قولي لها ذلك ما دمت أنت أكبرنا. إنك تعلمين أنها لا تسمع لي أبدا، لأنها ذات خصر يقال إنه نحيل، تظن أن كل شيء مباح لها. أوه، إن سيرة هذه لم تبدأ من أمس، وكل هذا قد جاء من بيت شارع كولانكور. هيا ها نحن وقفنا. شارع كولانكور، إني أعرفه ذلك البيت. كيف يمكن أن تقول مثل هذه الأشياء؟ أقول إننا وقفنا وانتهى الموضوع، والمطلوب 20 فرنكا، وإن لم تدفعنا المبلغ ذهبنا معا إلى الخزن وانتهى الموضوع. إنما أنت تعرفنا يا سيدي الحوذي، وتعرف بكل تأكيد. تذكر بيت شارع لتور. أجل. أتقول لنا ذلك؟ أنت الذي عرفت أمنا معرفة طيبة؟ أؤكد لك إننا نعتقد أننا نحسن صنعا. أتسمعينها يا أنيت؟ إنها تتحدث عن شارع لتور وتلوموني دائما على. اسكتي، إن جون كبيرتنا، ولا ينبغي أن تتكلم الأخت عن أختها الكبرى بضمير الغائب. إنك تستغلين الموقف كما تفعل دائما. يا صديقي تذكر إنك ما كنت أبدا لتجرؤ على أن تنعت أبي بلفظة منبوذ أو بحار. ألا تخجلين؟ لو كان أبي بحارا وسمع فوق ذلك من يصفه بأنه أفاق لم تحرف الحال. أجل لم تحرف الحال. ونحن عندما علمنا أننا بحارة أفاقات، أما كان أحرى بنا أن ننتحر؟ بالتأكيد كان أحرى بنا، بالتأكيد. لا تتكلمي هذا الكلام الأحمق يا جون، لا يحسن بامرأة بلغت 56 أن تعرف، وليس لأن كلوتيلد. طيب سنستأنف السير، ولكن هذه المرة في اتجاه الشرطة. شي أسرع شمالا، لا تسمع يا
هل تظن أن الحصان يفهمك؟ إنها تعاود الكرة، ستلعب لعبتها، فهي تظن لأنها لا تبلغ من العمر إلا 48، إنها هي دائما. لماذا تقولين هي دائما؟ ماذا تريدين أن تفعلي بي؟ ماذا تريدان أن تفعل بي؟ لا نريد أن نفعل بك شيئا، إنما أنت التي تريدين أن تغدري بنا، كما كان أبي يريد أن يغدر بنا، وكما كنت أنت تريدين أن تغدري بأمي. أفلا تتذكرين؟ من باع أثاث بيتنا لكي يدفع الإيجار في شارع كولانكور؟ من؟ قولي من؟ نعم جون على حق، لقد حاولت أن أسكت وظننت أنني أحسن صنعا، ولكني ما عدت أطيق صبرا. نعم بسببك أنت يا كلوتيلد بعنا كل شيء واضطررنا إلى أن نذهب لنعيش في فندق، لنعيش في الفنادق، لكي نسمع أصحاب الفنادق يقولون عنا انظر ها هو ذا شارع كولانكور، يا للعميلات التعيسات. ألم تفرغن من التشاغل؟ إني جاد فيما عزمت عليه من الذهاب إلى الشرطة، لقد انتهت المهزلة. أما أنا فأعلم لماذا كان أصحاب الفنادق يقولون عنا يا للعميلات التعيسات. ولماذا من فضلك؟ لأنك أنت مع صاحبك لويس. اسكتي يا جان اسكتي، كان ذلك من حقي، إنني أنا التي كان يحبها لا أنت، أعذريني. ما هذا؟ لقد فسد الأمر داخل العربة. هل تسمعان؟ إنه ينعتنا بالفاسدات، وأنت مخطئة يا كلوتيلد. لماذا لم نذهب لنعيش في الأقاليم؟ طبعا لأننا باريسيات. باريسية، معروف معنى باريسية، لقد كانت أمي تعرف ماذا تعنيه هذه الكلمة. إني أستطيع أن أمشي في كل مكان مرفوعة الرأس، ولست لأنني ظللت إلى الآن أعيش بالعطف المتبادل والفوائد المتبادلة. لست المتبادلة، يا له من لؤم. أنا لا أعرف بما عشت، ولكني أعرف أن اسمك استخدم على عقودي. من تسبب في طردنا من شارع كولانكور؟ من التي أعطت اسمها؟ قدمت اسمها لأول رجل يصادفها. نعم، من لأول رجل يصادفها وبمجرد وفاة أمي. لقد ظننت أنني أحسن صنعا، وعلى كل حال ليس هذا ما تعنيان. وماذا تودين أن نقول أمام هذا الرجل؟ صحيح أنك أنت تستطيعين أمام أي رجل. كما في تلك الصورة، أتعرفينها؟ تلك الصورة التي كان أبي يحبها جدا، وفيها تظهرين مع لويس. إنكن تردنني الآن على الذهاب إلى القس، فالمسائل العائلية ليست من اختصاصي. لا ليست الصورة هي التي تعنيان، إنما أنتما تعتقدان أنني أنا ولويس في بيت شارع كولانكور، ولكنها غير صحية، غير صحية. شارع كولانكور؟ هل تجرؤين على أن تذكري شارع كولانكور؟ أتسمعين يا جون؟ إنها تتكلم عن بيت شارع كولانكور. بينما قد ذهب الشارع إلى غير رجعة، وذهب البيت إلى غير رجعة، ولن يكون لنا شارع أو بيت. شارع كولانكور؟ لا، لقد انتهى أمره منذ عهد بعيد، ليس هذا ما تعنيان. فقولا إذن ما تريدان أن تقوله، لا تتحرج. لا نتحرج. وإذا لم نتحرك فعلا؟ إذا لم نتحرك. أليس صحيحا يا جون أنه يمكننا أن لا نتحرك؟ هانيت جون، هذا غير معقول. تذكر إن أمي نفسها ما كانت. لا نتحرر. Thank you.
المسمع الثاني. العيادة الخاصة بالحجز. جو مكتوم، أصوات أبواب وعبارات غير واضحة. من هنا بهدوء بهدوء. من هنا من هنا. صباح الخير، لا جديد؟ لا، أنا ذاهب لأنام. ألم يأتوا بأحد في الليلة البارحة؟ بلى، بعانسين. رقم ثلاثة لم ينم، بات يشكو طول الوقت، هل يفعل ذلك دائما؟ نعم، منذ ستة أيام وهو هنا لم ينم دقيقة واحدة. وهو بلا شك لم يكن نائما أيضا حينما خنق ابنة أخيه الصغيرة. قضية بنت أخيه الصغيرة لا تعنينا، والذي نريده بكل بساطة هو أن نخفف ألمه. أجل، ثم أن نشفيه لكي يعود إلى إجرامه. هيا لا تتشاجر. إننا لا نتشاجر، وإنما أحاول أن أشرح له الأمور لأنه ما زال شابا. اشرح لي أولا، من هما هاتان العانسين؟ هل جيء بهما في ساعة متأخرة؟ لست أدري، حوالي الساعة الثانية صباحا. في الساعة الثانية، نعم، ثم لم تكف عن الكلام والاحتجاج. طبعا، لقد كانت تريدان أن تفتيك بالحوذي. أي حوذي؟ حوذي العربة، فإن هؤلاء العوانس الثلاث يعيشن في عربة. الثلاث؟ لقد كنت تتحدث عن عانسين. نعم، لم يبق منهن غير اثنتين، ولكنهن كن ثلاثا، والشيء المزعج هو أن الثالثة قد انتهت، سحقتها أختاها العزيزتان. لسنا نعلم شيئا، كل الذي نعلمه هو أن إحدى الشقيقات سقطت من العربة أثناء سيرها، ولكن ليس هناك ما يثبت. ليس هناك ما يثبت؟ إذن فماذا تراهما قد فعلت هاتان المخبولتان؟ لقد اتهمهما الحوذي فقط أنهما لم تدفع له أجره. ما هذه الحكاية؟ العربة؟ الأخت الثالثة؟ الحوذي؟ إني لا أفهم شيئا. ستفهمين الآن، فالطبيب الشرعي سيقوم باستجوابهما عند حضوره بعد خمس دقائق. خسارة، ليتني لم أكن متعبا، فهي حالة غريبة. حالة؟ حالة غريبة؟ لن تطول دهشتك، هيا حتى ذلك الحين سلاما على الجماعة، وطاب يوم جميع حالتكم. هل رقم 15 هو الذي يتأوه؟ نعم، ومع ذلك فقد تناول جرعة من الجاردينال، ولكنه كما تعرفين. طيب سأعتني به، تفضل أنت وخذ قسطك من النوم. شكرا، وقص علي في المساء ما تقفين عليه من أمر هاتين الشقيقتين العجوزتين. يبدو أن لدينا ضيفتين جديدتين. نعم يا دكتور، سأتي بهما إليك ولن أتأخر، فلا أظن أنهما خلعتا ملابسهما هذه الليلة. اجلسا يا أنستي، سيتولى الطبيب استجوابكما. نحن لم نرفض أبدا أن نجلس. صباح الخير يا أنستي، أعذراني إذا كنت لا ألم إلماما كافيا بملفكما. بكل تأكيد، فقد حدث كل هذا بسرعة عجيبة. لو أنك لوتيل. لا تتكلمي بهذه السرعة يا جون، إنك متعبة. ليس لكن محل إقامة ثابت منذ 15 شهرا، أليس كذلك؟ لا، ليس منذ 15 شهرا، ففي البداية كنا نعيش حينا في الفندق وحينا في العربات. كنا لكي لا نعود إلى الفندق ولكي لا ننام على الأرائك في الشوارع كنا نقضي الليلة في العربات. أما الآن فلأسباب مختلفة قاطعنا الفنادق. ولأي الأسباب قاطعتم الفنادق؟ في الفندق الأول مكثنا 5 أسابيع على الأقل، وبعد ذلك كنا ننتقل من فندق إلى فندق كل أسبوعين أو كل 8 أيام أو كل يوم حسب درجة ثقتنا. إنك تقولين حسب درجة ثقتنا؟ هل لك أن تشرحي ذلك؟ إنك تدونين يا أنسة، أليس كذلك؟ أدون يا دكتور. من تكون هذه المرأة؟ هل هي تسكن هنا؟ أكرر سؤالي، ماذا تعنين بقولك حسب درجة ثقتنا؟ كنا نخاف ونحن في متناول أيدي خدم الفندق. في كثير من غرفنا رفضت المدفئات أن تعمل، وذات مرة كشفنا في الماء طعما كطعم السم. إنه شارع لتور، شارع لتور الذي راح يتعقبنا ويشهر بنا، ولم نشعر أبدا بالطمأنينة إلا في العربات. شارع لتور؟
هل أصبح شارع محل إقامتكن؟ في أي فترة؟ في الفترة التي تلت وفاة أمي، وبعد أن استخدم صاحب البيت اسم كلوتيلد على عقوده، ثم طردنا. طردكن؟ لماذا؟ اسأله لماذا؟ كنا نجهل نوع المنزل. إنني أنا التي اخترت مسكننا بوصف الأخت الكبرى، كنت أعتقد أنني أحسنت صنعا، ولكنني تورطت في الخطأ. ذات يوم أرادت بوابة البيت بشارع ليتور أن ترغمكن على استقبال رجل أتى فيما يزعم لبعض الشؤون التجارية، لكنه في الواقع سيدي الطبيب، إننا نساء فاضلات لا نستطيع أن نقول لك لماذا أتى. أتى لكلوتيلد، كان يعرف كلوتيلد. ولم يكن يعرفكما؟ أي أن ذلك كان أول لقاء لكما به؟ سيدي الطبيب، معذرة، لقد كنا في موضوع العربات لا في موضوع. وزيادة على ذلك، كل الناس تعرف قصتنا، فلماذا تسألنا عنها؟ دائما نفس الشيء، يوجه الناس لنا غمزهم ولا يشرحون لنا أبدا، إنهم يتعمدون ألا يحددوا الكلام. غمزهم؟ مثلا إذا همس شخص عند اقترابكن قائلا انظر ها هن. نعم بالضبط، ها هن أولاء، تلك هي العبارة التي تصدر عن جماهير باريس، لقد فطنت أنت إليها. وهل يلقبونكن بالبحارة؟ نعم هذا هو ما يعيبنا علينا خاصة، ويجري المصورون وراءنا وتتعقبنا نساء حتى في الأماكن العامة. إننا نثير تطلع الجميع، وكل الذرائع أسباب لملاحقتنا حتى قبعاتنا. إننا ضحايا الجمهور. فلماذا إذن تعيشنا في العربات حيث تقعنا مباشرة تحت رحمة الجمهور؟ لقد اعتقدنا أننا نحسن صنعا بالسكن على هذا النحو، لأننا نريد أن نتجنب شر الاختلاط بالناس، ونحن نتورط في الشر. اسكتي، بل لأن العربة يا سيدي الطبيب ليست محل إقامة، والشخص الذي يعيش في عربة لا يمكن لأحد أن يستخدم اسمه، غير أننا في العربات نشعر بأننا في دارنا، فأنت تخطئ التقدير. وأيسر على الجمهور أن يتركنا لشأننا ونحن في عربة مما لو كنا في فندق من الفنادق. ليس الذنب ذنبنا إذا كنا نكثر من ركوب العربات، فلقد حاولنا أن نقضي أيامنا في المتاحف وفي الكنائس، ولكن في كل مكان، بل في محطات الأوتوبيس كان الناس لا يحتملوننا إلا لوقت قصير جدا. وفي بعض الأحيان كنا نمشي 12 ساعة أو 15 ساعة في انتظار اللحظة المواتية لركوب عربة. في يوم رأس السنة بسبب المطر ظللنا واقفات تحت إحدى البوابات. ثلاثتكن؟ جون اسكتي، لا تتكلمي عن يوم رأس السنة. ولماذا يا أنسة لا ينبغي لأختك أن تكلمني عن يوم رأس السنة؟ إننا نأسف يا سيدي الطبيب، ولكن لا نستطيع أن نبوح بذلك، تلك أشياء ينبغي أن تظل سرا بينها وبيني. هي على حق يا سيدي الطبيب، ولا يجب أن تغضب منا لهذا. إننا في منتصف الليل فقط كنا نركب العربة للتوفير، وكنا نغادرها في الساعة 8 من صباح اليوم التالي، صيفا وشتاء على السواء. وهل كان يتيسر الجلوس لثلاثتكن بطريقة مريحة في العربات؟ كانت كلوتيلد هي التي تجلس في الوسط، فلو قد جلست بساقيها الطويلتين على المقعد الإضافي لضايقتنا جدا. اسكتي يا جون. لا تخافي يا أنسة، فلن أستجوبك ولن أستجوب الآنسة شقيقتك إلا عن الأمور التي ترضيان أن تفضي بها لي. ألم يكن لكن أي مقصد أبدا؟ أما كنتن أبدا تتخيرن الذهاب إلى موضع معين دون آخر؟ كنا نأمر الحوذية فقط بألا يتعدى مواقع التحصينات من المدينة، وألا يقف بالعربة أمام تجار الخمور، وأن يسير سيرا بطيئا. غير أن كلوتيلد كانت تريد دائما أن نركض لكي تثبت أنها صبية. كفى. وبعد أن اشترط هذه الشروط كان للحذي أن يقودنا إلى أي مكان، فالأمر عندنا سواء، وكنا نحن ننام أما كلوتيلد فا. فالآنسة شقيقتك إذن عصبية؟ أعني كانت بوجه خاص عصبية. تلك بلهات يا سيدي الطبيب، وليس لهذا أي أهمية. إنها كانت ترى أن النوم عار، ولست أدري لماذا. أما أمي فلم تكن تتحرك، كانت تنام من 10 ساعات إلى 12 ساعة كل ليلة، ومهما خاطبها أبي في ذلك
فما كانت اعتراضته تمنعها من النوم. إننا لم نجد أبدا مثل الطمأنينة التي كنا نشعر بها ونحن في عربة، ولم يطب لنا النوم خيرا مما طاب لنا في عربة، وما كانت صحتنا يوما أحسن منها أيام إقامتنا في العربات. كانوا يطلقون علينا لقب النائمات والحذية. ماذا كانوا يقولون عنكن بوجه عام؟ أوه، إن الحوذية يعرفوننا معرفة وثيقة، وليس لأن حوذية الليلة البارحة، بل أحيانا كان بعضهم يعرض علينا أن يأخذنا في اليوم التالي من نفس المكان، وكان بعضهم يعرض علينا أن ندفع الأجر بالتقسيط. ومع ذلك فقد أتوا بكنا مرارا إلى قسم الشرطة لأنكن كنتن ترفضن دفع الأجر فيما يبدو. نعم، إنما ذلك أن بعضهم كان يغلو في تقدير الأجر، وأثناء المناقشة كنا نحاول بقدر الإمكان أن نوافقهم، ولكن الاتفاق لم يكن سهلا دائما. أوف من هذه الطبقة، ينبغي أن تعرف من هم الحوذية يا سيد الطبيب. ومع ذلك فلم يحاول واحد منهم أن يقتادكن إلى أماكن مهجورة فيما وراء الأسوار مطلقا، فقد كانت واحدة منا تسهر دائما. إحدى الثلاث؟ كلا، ذات يوم لم تسهر كلوتيلد. ولكنك قلت من دورها إن الآنسة كلوتيلد كانت لا تنام أبدا. جون اسكتي اسكتي. كنا إذا اشتبهنا في حوذي ندفع له أجر ساعة ونتركه دون أن نسأل كلوتيلد عن رأيها. على أي حال كان الحوذي حينما يتسلم أجره لا يلح في الاستمرار. ولكن لكي تعاملنا الحوذية على هذا النحو لا بد لكن من النقود، ويبدو لي أنه لم تكن معكن نقود في جميع الأحيان. لقد ضاعت علينا ساعات عديدة، وما أكثر ما تشاجرنا بشأن تحديد الهبة. لقد ضيعنا هكذا ساعات عديدة. صحيح أن مهنة هؤلاء الناس مهنة شاقة، 7 ساعات أو 8 ساعات متواصلة جلوسا باعتدال على مقعد، لا بد أن يكون ذلك صعبا جدا. صحيح أن الراكب الذي يستقل العربة لجولة طويلة بلا توقف يدفع 5 مليمات إضافية عن كل ساعة. ولم يحدث لكن أي حادث أبدا؟ بلى، مرة قلبنا حوذي متعمدا في شارع سانت أنطوان ورقدت العربة على جنبها وغطت الكدمات أجسامنا ونعتنا الناس بأننا حوائط. كلوتيلد وحدها لم يصيبها شيء، لا جرح ولا خدش. إن أختك الصغرى سعيدة الحظ أحيانا إذا صح فهمي. ماما ماذا تعني؟ لا شيء. وكم كانت نفقاتكن في الليلة؟ تارة 13 فرانكا وتارة 50، كانت النفقات تتفاوت، وكنا نضيع الكثير خوفا من المشاجرات. لقد أنفقنا في 2 شهور 12,000 فرانك. إني أعتذر عن تطفلي وأيضا عن قصور ذاكرتي، ولكن من أين كانت لكن تلك الثروة الصغيرة التي أتاحت لكن العيش على هذا المستوى طوال تلك المدة؟ من أمي. ولولا كلوتيلد التي اضطرتنا إلى بيع متجر الملابس الداخلية الذي دفعتنا أمنا إلى شرائه، أعني إلى استئجاره، بالتأكيد ما كنا. لم يكن إذن السيد والدكما إن صح فهمي هو الذي كما جرى العرف في معظم العائلات. لم يكن ماذا؟ لا يا سيدي الطبيب، لم يكن والدنا شيئا. لو كانت أمي على قيد الحياة لقالت لك، لشرحت لك بعض الأشياء التي. على كل حال ليس لأحد أن يلومنا على شيء، فنحن لم نسئ إلى أي شخص، بالعكس لقد رزقنا الحوذية على قدر ما استطعنا يا سيدي الطبيب. كنا ننفق 20 فرانكا في اليوم كي لا نعتبر متشردات. أقصى ما يمكن أن يقال عنا هو أننا رحل. يبدو لي أنه أثناء مشاجرتكن الأخيرة. أما عن مشاجرتنا الأخيرة فلسنا مسؤولتين عنها. لقد وعدنا الحوذية بأن نسدد له أجره بمجرد أن نقبض شهريتنا، كان عليه هو ألا يقبل. إننا على استعداد لأن نقطع أميالا لكي نؤدي إليه. طلبنا بكل أدب من أحد رجال الشرطة أن يتفضل بتفريق الجمهور الذي حشده، ولكن الشرطي قادنا إلى القسم وهو يؤاخذنا على أننا شتمنا. لو سمحتما أود أن أسألكما سؤالا. لقد فصلنا لك الحديث عن هذا الحوذي الذي يريد لنا الشر يا سيد الطبيب، ولا شيء غير الشر. سؤالي لا يتصل بالحوذي، في الحجز
قبل أن تجيء إلى هنا. تشاجرتما فيما يبدو مع الواعظ، هل هذا صحيح؟ صحيح جدا، فقد وجه إلينا عبارات غير شريفة. أي نوع من العبارات؟ بيني وبينك يا سيدي الطبيب، لماذا تعتقد أنه ألح ذلك الإلحاح الشديد في دعوتنا إلى مقابلته؟ لقد فهمنا السبب في الحال، وهو لا يخفى عليك. كلوتيلد فقط كانت خليقة بأن... كفى كفى يا جون. هذا هو كل ما تعيبان على الآنسة كلوتيلد؟ ماذا تقول؟ عفوا، كنت أريد أن أقول هذا هو كل ما تعيبان على الواعظ؟ لا، ليس هذا كل شيء. لماذا أتى إلينا في غرفتنا بدلا من أن يظل في الكنيسة الصغيرة وأن يستقبلنا فيها؟ ولماذا حدثنا ذلك الحديث الطويل عن نشاطنا؟ أعني عن متجر الملابس الداخلي الذي كان لنا قبل أن تقوم كلوتيلد. أما كان الأحرى بواعد أن يكلمنا في المسائل الدينية؟ إنه يبدو من حداثة السن بحيث لا يصلح لأن يكون واعظا. لعله لا يبلغ 22، إنه واعظ مزيف. وأنتما تشكوان أيضا فيما يبدو من سوء المعاملة في المستوصف الخاص بقسم النساء، ما الذي يدفعكما إلى هذه الشكوى؟ يدفعنا كل شيء، سلوكهن وصيحاتهن. لقد استقبلنا صارخات يا سيدي الطبيب، وأخذنا يعوين. ها هن النائمات، ها هن المتشردات، ها هن أخيرا في الحجز. أليس كذلك يا جون؟ لقد سمعتهن مثلي. نعم، لقد سمعناهن ثلاثتنا. تعنين كلتيكما؟ نعم، كلتانا في نفس الوقت. وعلى العكس، كانت الراهبة القائمة بالخدمة فاضلة جدا، قالت أنيت هي أختهن الرئيسة. لقد طلبوا منكما أن تكتب لنا تاريخ حياتكما، فلماذا رفضتما؟ سبق أن قلت لك ذلك، وينبغي أن تفهمه يا سيدي الطبيب. لو كتبنا لاستخدموا خط يدنا ضدنا. إنك تعلم مثل ما نعلم كيف يسعون إلى استغلال اسمنا. لن نكتب شيئا ولو حبستمونا هنا 15 يوما، وما دمتم قد حبستمونا بلا أسباب فمن العبث أن نتوجه إلى عدالتكم. بلا أسباب ليس التعبير الصحيح. أمي أيضا قد توجهت إلى العدالة، كانت تريد الطلاق حين علمت أن أبي كان أفاقا فلم تستطع، ثم أرادت أن تقترض نقودا لمتجرنا فلم يعطيها أحد نقودا. لم يعطيها أحد شيئا، كما لم يعطينا أحد شيئا، لأننا كنا شريفات. ولماذا لم تردنا أن تذهبنا إلى مكتب التصوير؟ أما صورتنا فقد صورت، كلف بها أبي مصورا كبيرا، ولكننا لم نذهب قط لإحضارها. نحن لم نذهب إلى ذلك المحل، ولكن كلوتيلد ذهبت. إنها دميمة جدا في هذه الصورة، دميمة ومخجلة. طبعا تذكرين. نعم، إننا قذرات دميمات عجائز، غير أننا لا نريد دعاية ولا إعلانا، ويكفي ما أذيع عنا من تشهير. إننا نساء فانيات يا سيد الطبيب، ورغبتنا الوحيدة هي أن نعود إلى الستر. نعم، أن نعود إلى الستر. لقد قالت أنيت الحقيقة، هذا هو كل ما نريده. معذرة، إن كنتما بالفعل تريدان الرجوع إلى الستر فلماذا؟ لماذا لم ندفع أجر الحودي؟ لقد قلنا لك ذلك وأعدناه يا سيدي الطبيب، لأن الحودي، هذا الحودي بالذات، لم يفهم أننا كنا نعتقد أننا أحسننا صنعا عندما قلنا لها. إننا لا نستطيع أن ندفع له أجره فورا، بل سندفع له بكل تأكيد في آخر الشهر. نعم، ليس الذنب ذنبنا إذا كان هذا الحودي، هذا الحودي الذي عرف أمنا ويعرفنا نحن، وسبق لنا أن دفعنا له أجره مؤخرا. إذا كان هذا الحودي بعد أن قبل عرضنا اعتقد أنه يحسن صنعا عندما يرفض فجأة، وعندما يستدعي الشرطية فيقودون إلى القسم ويتسبب في حبسنا لأننا شتمنا. إن كل هذا الكلام ربما كان كلاما وجيها لو أن نقلكما إلى القسم أولا ثم إلى الحجز لم يكن سببه سوى امتناعكما عن دفع أجرة ذلك الحودي الذي تحملان عليه فيما يبدو لي حملة أعنف مما يجب. ولكن الأمر غير هذا. ماذا تعني بذلك؟ نحن لا نحب الغمزة يا سيدي الطبيب، تكلم، اشرح أفكارك. أما نحن فعلى كل حال كنا نعتقد أننا نحسن صنعا. أنا مقتنع بذلك، على أن هذا لن يمنعني من أن ألقي عليكما بعض الأسئلة، وأكون شاكرا لو تكرمتما بالإجابة. لقد حضرنا لكي نجيب عن أسئلتك. ولأي سبب غير ذلك تعتقد أننا جئنا إلى هنا يا سيدي الطبيب؟
كان لوالدكما في فترة من الفترات ثروة ضخمة، أليس كذلك؟ نعم، ثروة ضخمة. لا، متوسطة. مع أنه كان مديرا لأحد المصانع؟ أصحاب المصانع من فئات مختلفة يا سيدي الطبيب. وكان والدنا ماذا كان بالضبط نوع منزل شارع كولانكور؟ أفليس في شارع كولانكور كنتن تقمن مع أبويكن؟ بلى، في شارع كولانكور. أما عن نوع المنزل فكنا نجهله في ذلك العهد حتى وفاة أمنا. لقد كانت تبذل كل عنايتها لكي لا نعلم شيئا ولكي لا نشك في شيء. ولكن بعد وفاتها، حين تنكر لنا صاحب البيت والبواب، ثم باقي الأمور. أي الأمور؟ صاحب البيت استخدم اسم كلوتيلد في عقود، لأن كلوتيلد. نحن لا نعلم ماذا كانت تلك العقود. لقد سألتك ماذا تعنين بقولك باقي الأمور. إنه كتب عقد إيجار باسم كلوتيلد، وفي النهاية والذنب ذنب كلوتيلد، طردنا من المنزل، ومن هنا جاءت جميع مصائبنا. وصاحب البيت الذي انتقلنا إليه بشارع ليتور طردنا بالمثل بعد 9 أشهر. ولماذا طردكن؟ اسأل عن ذلك صاحب البيت المذكور. كنت أجهل نوع المنزل لأنني أنا الذي تخيرته. لقد أخطأت، كنت أعتقد أنني أحسنت صنعا. وذات يوم أرادت البوابة في بيت شارع ليتور أن ترغمنا على أن نستقبل سيدا. أتى فيما يزعمه لشؤون خاصة بالتجارة. وقالت لنا أيضا، من كانت في مثل حالكن فلتحاول على الأقل ألا تكون سيئة الأدب. نعم، هذا ما قالته لنا. وعندئذ أجهدت فكري في البحث لعلي أعرف ما هي حقيقة أمرنا. على كل حال، نحن لسنا مثل كلوتيلد، غير أن هذا لم يتضح لنا إلا فيما بعد. في الواقع كان الناس يشيرون في كلامهم إلى أشياء لم نكن على علم بها. ومن منكن هي التي فطنت أولا إلى مدلول تلك الإشارات؟ لم تفطن أي واحدة منا، فنحن نفكر ثلاثتنا نفس التفكير ونفكر نفس التفكير في نفس الوقت. لماذا تقولين نحن نفكر بدلا من كنا نفكر؟ فصيغة الماضي تبدو لي هنا أدق تعبيرا. لأننا منذ حصار باريس لم نفترق أبدا. بلا شك، ولكن كنا اليوم تفترقن تنفيذا لما أسميه إرادة الواقع. هل كانت وحدتكن دائما وحدة متينة؟ لم تكن دائما متينة جدا. جون، لقد كنا نعتقد أننا نحسن صنعا. نعم، كنا نعتقد أننا نحسن صنعا. قلتما في القسم إن عصبة قد تألفت ضدكما دون أن تعرفا من الذي ألفها ولا كيف تألفت. هل تظنان أن الآنسة كلوتيلد والسيد والدكما قد اشتركا في هذه العصبة؟ هذا ظلم، لقد جئنا إلى الدنيا كما جاء الناس. إننا بنتان شرعيتان. كان مع ذلك يدلل دائما كلوتيلد. وجدنا الدليل على مؤامرة. على مؤامرة؟ جون، صارت شكوكنا ونحن نفرز معا أوراقا. أولا الفواتير. هذا صحيح، رأينا أن اسمه كان مكتوبا بثلاث طرق مختلفة، وكان كذلك يختلف اسمه الأول. وطبعا كان ذلك للإضرار بأمي وبنا. في أي عهد وجدتما الدليل على أن عصبة قد تألفت ضد السيدة الوالدة وضدكما؟ في البداية، قبل أن نبرح شارع كولانكور، أي في سنة 1900، كنا نقرأ أوراقه معا في المطبخ. لماذا في المطبخ؟ لأن الغاز كان هناك مقادا، أما المصابيح فلم تكن دائما معدة. هل أنتما متأكدتان من أن تلك الغلطات الإملائية في كتابة الأسماء كانت بقصد التزوير؟ إننا متأكدتان، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يؤكد أي شيء في الحياة. شيء واحد مؤكد، وهو أننا منبوذتان. وكثيرا ما قيل لنا ذلك. من قال ذلك لكما؟ جميع الناس دائما، بما فيهم كلوتيلد. من أولهم؟ ولهذا السبب قذفتما بالآنسة شقيقتكما من باب العربي؟ أم لأنها كانت قد خطبت بشاب حسبته الأنيسة جون الحاضرة هنا خطيبها شخصيا؟ إنني كما تريان أتذكر ما قلتماه أمس في القسم. ليس لك الحق في أن تخاطبها على هذا النحو يا سيدي الطبيب، إنها أختنا الكبرى وقد أبهضها الشقاء.
طبعا يمكن أن يقال إنها تعيش في غير زمانها، ولكن هل الذنب ذنبها؟ ليس الذنب ذنبي، ليس الذنب ذنبي، إنما أنا هي التي أرادت. فالحق أنها لم تعد تطيق. كانت كلوتيل تستهزئ بنا، كانت تستهزئ بنا، والحوذي كذلك كان يستهزئان بنا، كانت تكشف له صدرها فيرحق، كان يستهزئان بنا. ليس الذنب ذنبي، أقسم برأس أمي، ليس الذنب ذنبي. لعل الآنسة كلوتيلد قد سقطت من باب العربة قضاء وقدرا، فهذه أشياء تحدث، وصدقاني إني لا أتمنى خيرا من الأخذ بهذا الفرق. ماذا عسى أن نقول يا سيد الطبيب؟ ليس الأمر يسيرا. لا، ليس يسيرا يا سيد الطبيب، صدقنا ما هو باليسير. هل تستطيعان أن تسرد لي آخر محادثة جرت بينكما وبين الآنسة كلوتيلد في العربة؟ طبعا طبعا، بدأت تشتمنا ثم اعترفت بأنها هي التي دبرت طردنا من بيت شارع كولانكور. هذا كل ما قالت؟ لا، قالت لنا أيضا إنها سرقت أوراقنا المالية لكي تعطيها، لكي توصلها سرا. لكي توصلها سرا لمن؟ لعشيقها. كان يشتم حوذيا سيدي، بحيث يستحسي عليك أن تميز بينهما. كان حوذيا مزيفا، امرأة هي أم لا؟ وخطيبه هل كان يشبه الحوذية أيضا؟ كانت العربة ترقص والحوذي يصيح سأقف عن السير لأن كل لا تدفعن أجري. أما نحن الاثنتين فكسرت كرامتنا واشتد غضبنا وطردنا في العربة كمجنونتين. فانفتح باب العربة. هو ذاك انفتح الباب، ولما كانت كلوتيلد في تلك الليلة لا تتوسطنا لأننا كنا وضعناها في الركن رفقا بها، فإن كلوتيلد هي التي مرت من الباب وحطمت جمجمتها على الرصيف. كنا نعتقد أننا نحسن صنعا بمخاصمتها قليلا. فلقد كانت لا تذكر أمي بالخير، كانت تقول إنه كان يجب علينا أن نفترق عن أمي منذ بلوغنا سن 30، أما نحن فلسنا نعتقد ذلك. لقد مكثنا مع أمي إلى حين وفاتها، واعتقدنا أننا نحسن صنعا بذلك يا سيدي. كما أننا لم نفارق كلوتيلد، فقد بقينا معها في كل مكان، في الفنادق، في الشوارع، وفي انتظار لحظة ركوب العربة، وفي العربات. وظللتما في صحبتها إلى حين وفاتها. إني أعلم. كنا نعتقد أننا نحسن صنعا يا سيد الطبيب. كنا نعتقد أننا نحسن صنعا. قدمنا لكم مسرحية في العربة اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات جان روحية خالد آنيت علي الجزيري كلوتيلد فاتن أنور الحوذي نظير عبد الجابر الممرضة تيريز دميان الممرض حسن فرحات الطبيب محمد أبو النصر والخفير سيد القاضي. في العربة مسرحية قصيرة من مسرح الطليعة كتبها أرتور أدموف، ترجمها وقدم لها الدكتور أنور لوقا، وأخرجها لكم نور الدين مصطفى.